مشاهدينا أسعدتم مساء. ملخص الأحوال الجوية المتوقع: أول شيء ارتفاع كبير على درجات الحرارة يبدأ من اليوم وبيكون واضح يومي الأحد والاثنين، العظمى بتكون في الثلاثينات، وأيضا طقس خماسيني يومي الأحد والاثنين. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هناك كتلة هوائية حارة نسبيا ستؤثر على المملكة اعتبارا من اليوم، ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. هذا اللون الأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى، واللون الأصفر يمثل درجات الحرارة الأقل، وبالتالي هناك اندفاع لكتلة هوائية حارة باتجاه المملكة. هذا اللون الأحمر يمثل الحرارة العالية، لكن اللون الأحمر الغامق يمثل درجات الحرارة الأعلى والتي ستؤثر يوم الاثنين، وبالتالي ستكون الأجواء حارة وجافة ومغبرة بإذن الله حتى أيضا الثلاثاء، لكن الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي. أما بالنسبة للخرائط التي تمثل سرعة الرياح، اليوم السبت الرياح ما بين تقريبا لطيفة إلى معتدلة، ولكن أيضا تستمر خفيفة إلى معتدلة، لكن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية يومي الأحد والاثنين، وبالتالي تكون الأجواء حارة وجافة ومغبرة، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في المنطقتين الشرقية والجنوبية من المملكة. هذا يوم الاثنين بيكون واضح، حيث اللون الأحمر يمثل الرياح الأكثر سرعة وبالتالي الأكثر إثارة للغبار والأتربة، كلها رياح جنوبية نشطت السرعة وممكن يكون في هبات قوية أحيانا، لكن كلها مثيرة للغبار والأتربة. ومساء يوم الاثنين والثلاثاء إن شاء الله تخف سرعة الرياح وتخف الغبار تدريجيا يوم الثلاثاء. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة: هذه الليلة أجواء لطيفة لكنها تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر، الصغرى المتوقعة بحدود 15 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين، ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الاثنين. الأحد الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا، وأيضا تنشط الرياح وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في جنوب وشرق المملكة، العظمى بحدود 30 درجة أعلى من المعدل ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية. والصغرى بتكون الأجواء لطيفة إلى دافئة ليلا، الصغرى بحدود 21 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا أجواء خماسينية حارة جافة مغبرة مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، درجات الحرارة أعلى من المعدل ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية، والعظمى المتوقعة بحدود 32 درجة، أجواء حارة نسبيا بامتياز إلى حارة، وأيضا خاصة في مناطق الأغوار والعقبة تكون الأجواء حارة. الصغرى لكن يوم الاثنين ليلا وصباح يوم الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض إن شاء الله، وتتحسن الرؤية تدريجيا، وأيضا تخف سرعة الرياح تدريجيا، ولذلك الصغرى صباح يوم الثلاثاء راح تكون بحدود 16 درجة مئوية. الثلاثاء انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة، لكن زي ما حكينا تتحسن الرؤية وتخف سرعة الرياح وتصبح الأجواء لطيفة نهارا ومشمسة، ودرجات الحرارة تعود إلى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، والأجواء بالليل راح تكون باردة نسبيا، وأيضا هناك فرصة لتشكل الضباب، أجواء رطبة وباردة نسبيا، الصغرى المتوقعة 9 درجات مئوية. الأحوال النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع
المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.